مساء الخير لكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم سناء بيوتي، قناة الصحة والجمال. كنتمنى تكونوا بألف خير وتلقاكم فيديو ديالي كما العادة في أحسن أحوالكم. دائما في إطار استعداداتنا للعيد، اليوم جبت لكم واحد الماسك روعة يا البنات، من أروع ما يكون، غزال بزاف. كاع داكشي اللي غادي تبغوه البشره ديالكم غادي يحقوا لكم هذا الماسك. هذا غادي يزول لكم كاع الاوساخ، غيزول لكم الرؤوس السوداء، غادي يشد البشره وغيعطينا واحد النضاره للبشره ديالنا. باش كيف قلت لكم نهار العيد ان شاء الله، سواء حطيتو ميك اب ولا ما حطيتوش، تبان البشره ديالكم نضره. فبلا ما نطول عليكم غادي ندوزو ديريكتومون لتحضير الماسك. كيف كتشوفوا معايا، بعد اول حاجه الماسك غادي ينقسم لشطرين. غنبدا معكم الشطر الاول على بركه الله، ومن بعد نعطيكم الشطر الثاني. كيف كتشوفوا معايا هنايا كاين مكون واحد اللي هو بياض البيض. خصكم تعرفوا بانه بياض البيض خالي من الكوليسترول والدهون، وكيحتوي على واحد النسبه عاليه من الصوديوم ومن الفيتامين بي، اللي كيتعتبروا من اهم المواد اللي لها تاثير على نضاره وجمال البشره. بالاضافه الى انه بياض البيض غني بالبروتين اللي هو نوع من انواع الكولاجين اللي كيحفز لنا البشره ديالنا. المهم انا حبيت نعطيكم هكا معلومات خفيفه ظريفه على بياض البيض، ودابا غادي نبدا معاكم عفوا على بركه الله التحضير ديال الماسك. انا غادي نطبقو على اليد ديالي، وانتوما غتبعوا معايا الخطوات اللي غادي ان شاء الله تطبقوها على البشره ديال الوجه ديالكم. اذا غادي نبداو على بركه الله التطبيق ديال الماسك. انا غادي نطبقو على اليد ديالي باعتبار انها وجهي، وغنعتبروا هذه المنطقه هذه هي الذقن، وهنا الجبهه. غادي ناخذ بياض البيض وغادي نبدا من الذقن صعودا بالجبهه بهذا الشكل هذا. وغادي نحتاج كلينكس، غادي نوضعو كيف كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نعاود الطبقه الثانيه ديال بياض البيض. دائما كيف كنقول لكم من الذقن، انا اعتبرت هذه المنطقه هذه هي الذقن وهذه الجبهه، كنصعد من الذقن الى الجبهه بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ كلينكس للمره الثانيه وغادي نوضعو بهذا الشكل هذا. نحاول انه يكون مسرح، ما تكون حتى شي بلاصه متنيه. بياض البيض للمره الثالثه، دائما من الذقن صعودا بالجبهه بهذا الشكل هذا. وغادي نعاود للمره الثالثه كلينكس. صافي، هذه غتكون اخر مره، وغادي نوضع فوق منها بياض البيض للمره الاخيره بهذا الشكل. هادشي هذا غادي نديروه على الوجه كامل، يعني الذقن، الخدود، كل بلاصه غادي نديروا لها واحد القطعه من الكلينكس. الانف، الجبنه، الجبهه عفوا، وغادي نخليه الوقت الكافي حتى يبس فيه. بعدا نقول لكم واحد القضيه، خصنا نيفيتيو المنطقه المحيطه بالعينين، هذيك نبعدوا عليها. غادي نخليه الوقت الكافي حتى ينشف، ومن بعد غادي نبداو نزولوه من الاسفل دائما من الذقن. انا كنشوف بعض الخطرات شي بنات كيديروا ماسك هكا ديال الرؤوس السوداء وكيبداو يحيدوه من الجبهه. لا، غلط، دائما من الذقن غنبداو كنزولوه صعودا بالجبهه. هو فحال شكل بيلوف، ولكن ماشي قوي بحال بيلوف، هذا شويه خفيف عليه. كيف قلت لكم وحنا كنزولوه، راه الا كان عندكم شي شعر رقيق غادي يحيدو، ولكن ما كيكونش كيف قلت لكم غير مؤلم، ماشي بحال البيلوف. غادي يحيد لكم الشعر الرقيق، غادي يحيد لكم كذلك لي بوان نوار، وغادي ينقي لكم البشره بعمق. والفوائد ديال بياض البيض راه لا تعد ولا تحصى، قلت لكم غير واحد العينه من الفوائد ديالو شنو كيدير للبشره. المهم انا نحاول نوريكم الطريقه كيفاش غادي نزولو، واخا ما خليتوش هنايا حتى نشف. غادي كي قلت لكم اعتبار هذه البلاصه هذه هي الذقن، غنبدا من الاسفل وانا كنحيدو بحال هكا بشويه، ونحاول بان في هذه الفتره هذه اللي يكون فيها الماسك على وجهي ما نتكلم ما نهضر ما والو، باش ما يبقى لينا، لانه داك بياض البيض فاش غادي ينشف غادي يشد لينا البشره، فاش نحافظوا عليها وما يتكونوش لنا التجاعيد، نحاولوا اننا ما نتكلموش في هذه الفتره هذه اللي واضعين فيها هذا الماسك.
دابا غادي ندوزو للشطر الثاني من هاد الماسك هذا. من بعد ما نكونو غسلنا وجهنا من القناع الاول اللي درنا ديال بياض البيض، نغسلو وجهنا غير بالماء فقط، ما نستعملوش الصابون. غادي ندوزو كيف قلت لكم للشطر الثاني اللي غادي نستعملو فيه جوج المكونات كنعتبرهم انا شخصيا من افضل المكونات اللي ممكن نحطهم على البشره. علاش؟ لانهم جد امنين، كيصلحوا لجميع انواع البشره، ما كيسبوا لا حساسيه لا والو، وعندهم بزاف ديال الفوائد. هاد جوج المكونات هما يوغورت طبيعي، زبادي خالي من السكر والمنكهات، وكذلك حليب بودره او الحليب المجفف كي كنقولوا ليه. بغيت نقول لكم بانه علاش قلت لكم من افضل المكونات اللي ممكن نحطوهم على البشره ديالنا. بالنسبه لليوغورت الطبيعي فيه الزنك، كيحتوي على الزنك وفيه مجموعه من الفيتامينات، نقول لكم بيناتهم الفيتامين بي و سي اللي كيساعدوا على نضاره البشره، مفيد بزاف للناس اللي كيعانوا من حب الشباب وكيفتح اللون ديال البشره. اما بالنسبه للحليب المجفف فيه حتى هو العديد من الفيتامينات اللي كتجدد لنا الخلايا التاليفه، كيعطي نضاره للبشره، كينعمها، كيزول البقع الداكنه، كيقلص حجم المسامات، وكذلك كيهدئ لنا البشره خصوصا البنات اللي عندهم البشره ديالهم حساسه. هادشي علاش قلت لكم امنين وخفاف بزاف على البشره. دونك غادي نحتاجو لواحد المعلقه كبيره من الحليب المجفف، ونضيفوا لها الكميه ديال اليوغورت الطبيعي اللي غادي تخلطها لينا، بحيث اننا نحصلوا على واحد الماسك اللي يكون متماسك ولين، ما يكونش يعني عاقد وما يكونش سايل بزاف. نوضعوا على البشره ديالنا دائما من الاسفل الى الاعلى، من الذقن للجبهه، نخليه واحد المده من 15 حتى 20 دقيقه، ونغسلو وجهنا بالماء، والماء خصو يكون ماء بارد. من الافضل اننا هاد الماسكات هادو نوضعوهم دائما بالليل. علاش؟ لانه اول حاجه ما كنكونوش عرضه للشمس، ثاني حاجه كننعسوا من وراها مباشره، دونك البشره ديالنا كترتاح وكتستافد الماكسيموم من داك الماسك اللي حطينا ليها. ودائما بعد كل ماسك كيف كنقول لكم خاص ولا بدا لي ديغاتاسيون، سواء بكريم سواء بزيوت، وانا كنفضل الزيوت لانها كتبقى طبيعيه وكتبقى عندها بزاف ديال الفوائد. بالنسبه للزيوت راه كل بنت كتعرف الزيت اللي مناسب للبشره ديالها. غادي نعطيكم على سبيل المثال بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره ديالهم جافه، ممكن نستعملوا زيت جوز الهند، زوين بزاف. بالنسبه للبنات اللي البشره ديالهم دهنيه، ممكن نستعملوا زيت الجوجوبا، زيت البيستاج، الزيت اللي كنعتبرها انا الزيت مرممه والملكه ديال الزيوت هو زيت اللوز الحلو. دونك كيف قلت لكم كل وحده كتعرف الزيت اللي غيناسب البشره ديالها. لهنا غتكون سالات الفيديو ديالنا ديال اليوم، جيسبيغ يكون هذا الماسك اللي عطيتكم اليوم الا بغيتو تقولوا ماسك مركب ينال الاعجاب ديالكم. انا اكيده انكم لا تبعتوا هذه الخطوات اللي قلت لكم واستعملتوه، ان شاء الله غتحصلوا على نتائج اللي غتكون مرضيه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد مني. دعموني بلي لايك، كثروا لايكات البنات، راه اللايكات ديالكم هي اللي كتشجعني انا نحط لكم فيديو كل نهار. راه ما سهلاش انه الواحد يصور فيديو كل نهار ايمونطيه ويلونسي، فاللايكات ديالكم هي اللي غتشجعني انني نبقى على هذه الوتيره هذه، وعلاش لا نجتهد ونحط لكم كل ما هو مفيد، وان شاء الله اللي غادي يعجبكم ويكون عند ينال الرضا ديالكم. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم. ما تنساوش باني كنبغيكم بزاف، تهلاو في ريسكم، سلام عليكم.